تعرفي حبيبتي بلاجابيا، يعني ما ضل قصة وما صارت معي هنيك، وما ضل مشكلة وما طلعت لي وطلعت من خرجهم كلهم يعني، وما هموني أبدا. بس بحياتي ما حسيت حالي تعبان بعد اللي عشته بهالمحل الجديد هالكام يوم. ما بعرف ليش هيك عم يصير. طبيعي حبيبي، يعني كل المصايب اجت ورا بعض البعض. بس في شيء ما عم بقدر افهمه، يعني المكان كأنه ما في روح، ما في طاقة، ناقصه شيء، ما عم بعرف شو هو. لأنه هو مو لجابيا مراد. مو لجابيا؟ طبعا مو لجابيا، يعني مو ضروري يكون نسخة طبق الأصل. ما تزعل، يمكن غصون فائت. تمام، لكن روحي شوفيها، يلا فشي لها خلقها. ماشي، بس كمان انت متضايق. انا زلمة ما بيهمني شي. لا تكوني من البنات اللي بينسوا رفقاتهم بس لانه ارتبطوا، نحن مالنا هيك. انا هون، يلا روحي لا تطولي. انا ناطر هون. استناني من دون ما تزعل. تمام. ماشي، يلا قاعد هون. حبيبي، اتصل فيني رفيقي اللي حكينا، قال لي حذفوا كذا فيديو من المواقع التابعة له. منيح. يروق شوي. مراد بيك، عملت لك قائمة بأسماء اللي شاركوا الفضيحة هدول للمساء، وطبعا في من المساء للصبح كمان لازم ينعمل لهم قائمة تانية. أنا جهزتهم على لابتوبي الشخصي ورح ضيفهم بعدين. تمام، شكرا مرام. برافو عليك جرسونة جديدة، حلو. يعني كنت مفكرك ما فيكي خير لقلنا، بس بلشت تفاجئيني بصراحة. تصرف تحترمي عليه، بس هذا تصرف، أما باقي حركاتك زبالة. مسكي اهتمي بالقصة أنتي ولميس. إيه زبالة؟ حاجة عناد، بلشي بالعلاقات العامة هون، في مليون شغلة لازم تنعمل، مليون مكان لازم نتواصل معهم. حبيبي، أساساً أنا ليش هون جنبك لحتى تنحل هاي القصة؟ أنت ما تقلق، بس حكينا بخصوص بعدين مراد، لا تضل زعلان يا روحي. بس أنا بحاجة لمديرة علاقات عامة على السريع، يعني بدنا نكون مؤسسة قوية مثل لجابيا، وهذا هدفنا، والموضوع ما رح يمشي بالمعارف والأصحاب. لهيك مرام أنت استلمي. لك لا، روحي على الأوضة بدلي تيابك وبلشي شغل فوراً، يلا. التأسيس بدها تساعدك كمان. عم تحكي جد؟ ما بعرف شو بدي أقول مراد بيك، بتشكرك كتير، ما رح سود لك وشك أبداً، يمينك شمالك وراك وين ما فتلت رح تلاقيني. خلص رح أسكت، شكراً كتير. نعم، ما أمنعك صحيح. مراد بيك، في شي ترفيع أو منصب إلي كمان؟ في هيك فكرة بمخططاتك للمستقبل؟ يعني في شي رفع للراتب؟ راتب؟ بعدين بعمل ديزاين يناسبني للمكتب. خلينا نشوف شغلنا هلأ. أسيل مرام، رح شيك الأسماء اللي عطيتيني إياها ورح أبعتها للميس، خليها هي تبلش إجراءاتها القانونية. فكرة حلوة كتير، هيك بنعمل بالضبط. بالمناسبة أسيل، يعني أنا أجيت على المكتب اللي كان محضر إليك، ما بتأخذيني ما هيك؟ ما بتزعلي مو؟ مرام شو هالحكي، معقولة أنتي؟ أنا أساساً مو موافقة على المنصب، بالأخير رح يجي حدا بدالي، ومبسوطة أنه أنت أخدتي. ألف مبروك. بتشكرك. أنا تحت. أصلاً المنصب كان مبهبط عليكي. عمار، لبقى تتصل على تليفوني لآخر مرة بحذرك. أسيل ليكي، أنا متابع اللي عم يصير على السوشيال ميديا وكتير زعلان لأنه مراد عم يخسر محله. شو ما سويت ما رح توصل لنتيجة، لهيك لا تتعب حالك على الفاضي. التسجيل ما رح استعمله لو شو ما صار، وكمان رح كبه بزبالة. ليكي، أنا كنت متوقع أنه رح تعملي هيك شيء أصلاً، وعملت نسخة عنهم وحاططها هون بدرجي موجودة هلأ، بس لو عملت هيك أنا ما رح استفاد، يعني أنا عملت كل هاد كرمالك. ليش لتساوي هيك؟ ليش داحش حالك بالقصة؟ لهلأ ما عرفتي ليش أسيل، كرمالك أنتي وبس طبعاً.
يعني لأني متعلق فيكي وزعلان لأني ما وصلت لك شخصيتي بالشكل الصح. أسين، الطريق اللي عم تمشي فيه كتير غلط. بعرف عم أغلط، عم أعمل أشياء بشعة، بعمل أشياء ما بيعملها مراد، حتى بعمل أشياء أنا نفسي كمان ما بعملها بالعادة. يمكن رح تسامحيني بس يمضى الوقت، وعم أعمل كل هذا الشيء على أمل أنه تكوني معي بشي يوم. صدقيني أسيل، أنا وقعت بحبك. عمار، ليك هذا مانو حب، اللي عم تساوي أنت مانو أكتر من هوس وبس. اصحى حالك بقى. أنا بحبه لمراد، فهمت علي؟ إذا ضليت معه أو ما ضليت ما بتفرق، ومستحيل حب حدا تاني بحياتي. أنا وياك ما في شي بيجمعنا عمار. مع السلامة. رح يجمعنا، أنا وياك رح نكون سوا. حبيبي مشان الله لا تزعلوا حالكم، لا تزودوا، كل شي بيتصلح. شبكم؟ لا تشغلي بالك أمي، كله بيتصلح. طبعا كله بيتصلح حبيبي، هاي منحلها كمان، لا تخاف. يعني قصة السوشيال ميديا والهاشتاجات كل شوي عملونا علكة بتمهن، هدول ما كان في شي لمصلحتنا أبدا. هاي ما أنا حجة ابني، ايه ما كان في سوشيال ميديا من زمان، بعدين كل ما طلع له خبر على الموبايل بدنا نرد عليه. ومين قال لك نحن منرد؟ الناس يلي بترد يعني بيقروا يلي مكتوب عن المكان على السوشيال ميديا وبيبلشوا بيحاربونا وما عاد يجوا لعنا أبدا. لك شو هالتخبيص يلي براسك انت؟ لا، احسن سوشيال ميديا كان الحكي من اذن لاذن. انا بيعجبني شي بقوله لجيراني، جيراني بيعجبهم شي بيروحوا بيخبروا اصحابهم، اصحابهم بيعجبهم شي بيروحوا بيخبروا شوفير التاكسي، والتاكسي بيقول لزباينه. هيك كنا زمان وما كان في موبايلات وقتها. اي خلص فعلا. ما منرد. شكرا على النصيحه، لولاكي كنا لهلا ضايعين. ايوه، وهي اجت البلديه كمان نعمل حالنا مش شايفينه. مين هدول؟ البلديه. بالله، مين مدير المحل؟ أنا، تفضل، أنا صاحب المحل. في شكاوي كتير على هالمنشأة. يعني صار في شوية ظروف للأسف، بس عم نصلح كل شيء. للأسف، بس القرار طلع، رح نسكر المكان لدواعي احترازية. كيف؟ كيف رح تسكروا يعني؟ نحن هون لنبلغكم، ورح نسكر المحل. ودي رح يتسكر؟ حالياً ما في مدة محددة، حسب تقرير الصحة معايير التهوية بهذا المكان ما مطابقة للقوانين. على كل حال رح تيجي لجنة تتأكد من الموضوع، وبعد التفتيش رح ترجعوا تفتحوا، بس هاي الإجراءات تاخد شوية وقت. تف من تمك، شو ما نفتح المكان؟ يلا يا شباب خلونا ننفذ التعليمات، طالعوا الناس لبرا، خلونا نشمع الباب فورا. كله بسببك يا بومي انت، من وصلتك والمصايب نازله فوق راسنا مثل المطر يا مديره العلاقات الفاشله. انا شو علاقتي؟ هس وعم تجذبها كمان. خلاص وحشت كثير. انا شو علاقتي؟ اهبل هاد. اوف ابني، بدي افهم ليش هيك عم بيصير معنا. أمي أنت روحي إذا بدك، أنت متوترة ومترتيني معك إلي كمان، بلا ما نضل هيك عم نشحن بعضنا، قعدتك ما رح تجيب نتيجة، تمام؟ طيب رح روح. أنا ماشي، وإذا صار معكم شي خبروني فوراً. ماشي، ماشي حبيبتي. خالي. لعمة شو هاد اللي عم بيصير؟ تعبوا مني. شفت الأخبار على السوشيال ميديا؟ شو صار كمان؟ عم يسبوا على لقابيا ومو مخلين عليهم كلمة. لقابيا؟ الزباين بحثوا عن أنينة البار. شو هالحكي هاد؟ شفتي عم يقولوا بابلو، هدول عم يحكوا عني، عم يدوروا علي، الشعب بده بابلو، يعني توقعي انه يعملوني ترند كمان. اما بالنسبه لاسمك مو مذكور ابدا، ما قاموكي من ارضك، مع انك مو مخليه ما يعمت ما يعطيه على العالم. اجدب انت شي؟ تجاوزت حدودك كثير، ها؟ مو جرسون اللي قدامك. ايه خلص لا كثير تصدقي حالك. ها معلمي، ليك شو؟ عم يسبوا لقابي هلا على السوشيال ميديا، مو عاجبتهم الاداره الجديده. تفضلي شوفي. معناتها الحركة انهم عم يمسحوا فيهم الارض على الاخر. شو هالحكي هاد؟
ليك الخبر. ليش ما حدا فرح بهالخبر؟ شوفي أنا ما عم أفهم. ها؟ وليش لحتى نفرح بقى بابلو؟ لا تنسى الكل له تعب بلقابيا. بتعرف إنه أنت عم تتغلص؟ من هالناحية معك حق طبعاً. أنا أصلاً دائماً بتغلص. معك حق، لقابيا اسم كبير وكلياتنا تعبنا عليه مع المي، وإذا ضحكنا منكون عم نضحك على حالنا، معروفة هاي. يعني أنا شو لازم أعمل؟ ما فهمت. بس الغريب بالموضوع إنه حتى مرام خانو ما ضحكت على الخبر. مراد حبيبي لا تزعل، رح نعوض كل هاد لو سمحت. طول ما نحنا سوا رح نقدر نتغلب على كل شي. صح أسيل، نتخطى كل شي. بس خلاص روحوا هلأ، تمام؟ يلا. شو يعني هالحكي مراد؟ انت منيح؟ لحتى أكون واضح معك، نحنا ما مشي حالنا هون، حاولنا نشتغل بس ما زبطت معنا أبدا، فشلنا. يعني استسلمت؟ لك حطينا دم قلبنا بهالمكان. بعرف عثمان، أنا بعرف هالشي مزبوط. أنا لازم أطلع من المطعم، لأنه إذا ضليت أكتر ممكن ينفجر راسي. مراد استنى لوين؟ أسيل تركي لحاله شوي، بجوز يضايقك بشي كلمة بدون ما يقصد. أنا بعرفه لمراد، حافظه بصم. إيه بس لوين رح يروح؟ بتصوري بعد شوي. بصراحة مراد معه حق بخصوص لقابيا، وائل أخذ له كل شي. شكله مقلوب الدنيا. شوفي ايه انتو ما تقلقوا ابدا، انا رح انزل بكرة على البلدية وحاول اني شيل التشميع. لميس شو ما عملتي وشو ما سويتي ما رح يمشي الحال، مراد ما عاد طايق المكان. يا ريت لو تركتني روح معه عثمان، مو احسن ما يروح هلأ ويعمل شي مصيبة مع وائل؟ لا تخافوا، لو بده يتعاطى مع وائل ما كان عطاه لقابيا من الاساس. ولا تقلقوا بعرف وينه، حتى شبه متأكد. عن جد بتعرف؟ معناتها خلينا نروح نلحق، وشو قاعدين عم نستنى؟ عثمان لو سمحت. لميس انت عندك شغل اليوم؟ موكلتي الوحيدة فاتن خانم بحكي مع التليفون. تحكوا بتحكوا، يلا خلونا نقوم دخليلكم. وهي وصلنا. شو هالمكان هاد عثمان؟ يعني لما بيتضايق مراد بيجي لهون؟ ايه دائما. لا وعامل كمان خيمة. اطلع شفتوا حبيبي من همه بيطفش على الجبال. قديش متضايق معناته؟ ومع كل هاد بجوز يقلعنا هلا، لهيك لا تضغطي عليه. تمام تمام ما تقلق، مستحيل اضغط عليه عثمان. بس شو بدي اقول، هذا عامل خيمه، يعني نحن ما في معنا خيمه، شو رح نساوي؟ ايه مين قال؟ معك خيمه؟ ايه طبعا. عم تحكي عن جد؟ اكيد عن جد. حلو كتير حلو. شكرا. ولك ليكو شافنا؟ كأنه معصب كتير ما؟ لا مو كتير. معناتها شوفوا شو بدكم تعملوا، تتركولي الخيمة وبتروحوا بتدبروا موضوع الأكل والشرب، هو ما رح يتحمل يشوفني عم اشتغل لحالي. طيب ماشي تمام. روحوا. شديت هذا الطرف لا ترجعي ترخي. وين
أفهم من أرضيتها. يا الله شكلك جديدة على هالقصص. أهلين يا أستاذ، كيف عرفت؟ هات قلي لشوف. اي واضحة القصة من الخيمة، عم تبكي وتقلك تركيني. ايه أول تجربة إلي بالتخييم. عفوا، هي أول تجربة لحالي بالتخييم. لحالك قلتيلي؟ بس ما شاء الله أنت إلك باع طويل بالقصة. ايه أنا بيقولوا عني من المخيمين القدامى. شكلك فهماني غلط يا أستاذ، لا تكون مفكرني عم سمعك حكي لحتى تقوم على حالك وتساعدني. بس أنا إذا بدي أقوم وساعد البنت اللي بحبها كون كتير مبسوط، تعرفي؟ وركزيلي على كلمة بحبها كتير. ها فيك تفهمني ليش اجيت لهون وتركتني لحالي؟ والله انا ماني فهمانه شو بدك. انا كان لازم اجي شوي لهون لحالي وارتاح وبعد شوي عن العالم وعن اللعب، يعني لازم الواحد كل فتره هيك يخفف عن حاله ويطلع شوي على الجبال، لانه هذا المكان بخفف الطاقه السلبيه. فهمتي علي شو قصدي؟ انت بعت لي سلبيتك لعندي، انت مانك لحالك، انا معك ولا نسي؟ ما بسخف فيكي ابدا، لانه اذا اعطيتك سلبيتي يمكن يطق راسك هاد كله. فهمتي؟ بالمناسبه يعني هذا المكان هون بده خصوصيه، بس منيح انه اجيتي. بالحقيقه انا مبسوط. انت اللي جبتها لهون ما هيك؟ طبعا. بس نسيت سله الاكل، ما تواخذونا. لا ايه الحق علي، طلعنا مستعجلين، اسف. يعني أنا برأيي إذا العالم عرفت إنه نحن جوعانين ومعنا الشيف عثمان رح يفضحونا أكيد، لأنه العالم صفيانة ما عندها لا شغلة ولا عملة غيرنا. بس دقيقة، رح نضل بلا أكل؟ في شغلة، قاعدة التخييم الأولى، إذا صدتي أكلتي وإذا ما صدتي ما بتاكلي. عفوا؟ على فكرة أنا معي سنارتي، تصطفلوا أنتو. وأنا سنارتي معي. بس فينا نتشارك فيها. تمام، معناتها بناخذ السنارة ومنصيد أكلنا بإيدنا. لميس مانا بعاستك وأنا ماني بعاستك، امشي، محاربة الغابات وصلت. بس ما فيك تحاربي الطبيعة. ايه؟ هاد اللي رح نكتشفه هلأ. تعرفوا شغلة؟ أكلة السمك والله كانت بتاخد العقل، أكلت وانبسطت كتير. صحتين. عن جد يسلم إيديك، كانوا كتير طيبين. صحتين وهنا. حياتي يسلم إيديك، والله عجبوني. بس أموركم ما كتير عجبتني، يعني نزلتوا وعملتوا حالكم صيادين دغري، طولتوا وصرتوا وتوعدتوا وغيره، ما بعرف شو عملتوا وتفشخرتوا وبالأخير ما جبتوا شي. صح، نحنا طولنا وقصرنا بس طالعنا رزقتنا بإيدينا، لهيك نحنا تقل جسمنا بعد الأكل شوي. ايه بيتقال بيتقال طبعاً بيتقال. تمام. انت منيحة؟ ما بعرف، كأنه الهوى لطشني بس أنا منيحة. ايه بيلطش بيلطش، تعرفوا ليش؟ لأنه نحنا منهمل الطبيعة الأم، يعني منضل قاعدين بالمكيفات وبهالأجواء والأضوية والسهر ومنهمل أجسامنا وحياتنا. لهيك بتعدوا ما بتقوموا هيك انت وياها. سألوني عن لالاغونا، انه ليش لالاغونا؟ يعني بحيره، من هون استوحيت الاسم على فكره. ونحن ما لازم نهمل حالنا كتير، ونحن كتير منجرفين ورا حياه المدينه، بتعرفوا شغله؟ نحن عن جد مقصرين بحق حالنا وبحق جسمنا. ليك حبيبي ما بدي اكسر خاطر المتقاعد اللي جواتك، بس ما تشرش هون، خلينا نرجع على البيت. هلا روقي شوي، انا عم اقول لك اني مبسوط هون ولقيت جذوري كمان. تقليلي حمل حالك وامشي، خلونا نعطي المنطقه حقها شوي، منشغل الجو. شو قصدك؟ خبرني.
يعني حركة أوف رود مثلا. فكرة حلوة. أوف 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 رود. أوف أوف رود. ليش؟ ما بتحبيها؟ أنا اللي بحب لك. ما بتناسب ستايل حياتي. كتير بحب الحماس مقدمنته. ما عملتيها من قبل ما؟ بس هلأ متأكدة رح يطير عقلي لأنه أنت معي. بس شو بدي أقول، أنا ما بعرف سوق سيارة أوف رود، كيف بدي سوقها؟ من سوق مع بعض. عن جد؟ بس من وين بدنا نجيب السيارة؟ شو بك عثمان، شو خايف علي؟ يعني ما كنت عارفان إنه رح تشرفوني. بس محلولة، أنا لي كلمتي هون بالمنطقة معروف، ورح حل المسألة فورا. هلا بتشوف. أوه. ألو، كيفك أخي؟ بخصوص الأوفرود صار بدنا سيارتين هلا. تمام.